حاجه من بدري، او بدري العاده قدامي يعني. يوم 14 كان يوم فضل ربع، طبعا كان في ناس من اهل البلد في ربع، في ناس اصيبوا، في ناس اختفوا، ما كانش يعرف عنهم حاجه، عنهم حاجه وكده قالوا كده. واثير في وسائل الاعلام ان بعض البطانيه كانوا مسيحيين، في الناس اللي ضربوا في ربع والكلام ده كله، كانوا بيرفعوا الشرطه والجيش والكلام ده، فده اثار الناس وحصل هيجان في البلد والكلام ده، مظاهرات وكده. فكان في بعض طبعا الاسلاميين كانوا طالعين بمظاهرات سلميه والكلام ده، لكن طبعا استغل الموقف بعض البلطجيه والحراميه وهاجموا على بيوت المسيحيين والاخبار. فعلا حصل سرقات وحرب وتعديات من قبل مين بالضبط؟ من قبل البلطجيه والحراميه. بلطجيه ايوه، دول هم اللي عملوا الكلام ده. استغلوا مظاهرات يعني، هم اداروا في المظاهرات تمام، يعني البلطجيه كانوا بينزلوا مستغلين مظاهرات الاطفال عشان يعملوا افعال، اعمال منافيه وعمل غير مشروع يعني. تمام، يعني بالنسبه للمعايشه في القريه، يعني الحركه كنا بنسمع ان ما فيش اي تحرك داخل القريه الا بصعوبه، خصوصا من الاقباط، ما حدش كان بيروح شغله. الكلام ده كان فيه شيء من الملغات يعني، موجودين معانا وعايشين معانا عادي جدا، لكن حصل تعديات على بعض الاقباط اللي منهم مثلا ناس اغنياء مثلا، او ناس حصل استفزاز مع بعض الناس، لان عندك مثلا في حد في المنطقه اللي فيها دي، في حد اسمه تاجر اسمه نادي محمد مجار، يقال انه ساعه ما اعلن السيسي اعلن البيان بتاعه فرج السيسي، طلع ضرب نار فاستفز الناس، حصلت مشكله والكلام ده، الناس هجمت عليه، ضرب ناس، مات في واحد قتل وفي سبعه اصيبوا، والمواطن ده المسيحي ساب البلد بعدها والكلام ده. فالقصه ما هياش يعني بالحجم، الاعلام برضه بيحول شويه، بيكبر صوره شويه، بيبالغ شويه، لكن في تعديات حصلت، في تعديات حصلت، في سرقه، في حرب، في ادوات اتعملت على بعض الناس مقابل حمايه، حاجات زي كده اتعملت، بس من مين؟ من بلطجيه. لكن اهل البلد العاديين ناس محترمين جدا، وناس مسلمين، وناس عندهم دين، والدين ما امرش اطلاقا ان حد يتعدى على المسيح. ده الحديث بيقول من اذى ذميا فانا خصمه يوم القيامه. القوات دخلت من خارج الصحراوي، دخلت قوات جيش وشرطه مشتركه، كان في سلميه، ما فيش حد من الناحيه. العدد عرض. كان كام تقريبا؟ كبير جدا، كان مبالغ فيه يعني، كان حوالي 70 مدرعه تقريبا، وعربيه والكلام ده كله. البلد واضح البلد ما كانش يستحق كل ده يعني، بس الاعلام فخر بالقصه وحاسس ان ده الجديد شيكاغو يعني. الناس دخلوا دخلت قوات بسلميه تامه، لكن وصلوا كانت ما كانوش شايفينهم عندهم في النقطه، وتحرك في البلد عادي وبتاع والكلام ده، ولا الحمد لله ما حصلش اي خسائر. طب قصه الاعتصام اللي كان في نقطه الشرطه من قبل بعض ما كانش اعتصام، لا قصه هنا مره قدام النقطه، لكن يوم كان يوم سبت تقريبا واتعمل في مصر قدام النقطه، لكن ما اتعملش اعتصام في النقطه خالص، ما حصلش، لان ارسال السلاح ده بيقولوا صواريخ، وكان ده كان بيجي خسائر للرقم، كان بيجي تحارب في البلد صح، لكن ما حصلش حاجه كله خالص. الاهم دخل بمنتهى السلميه، وتجول البلد براحتهم، وراحوا اللي عايزينه، وجابوا ضعناء ناس، وبالعكس ده في ناس بتاخد مالهاش اي ذنب في اي حاجه، لكن مسكوا الدكتور والكلام ده كله، خدوه لان الامن برضه الجيش والكلام ده ما يعرفش الناس مين ولا الكلام ده، وعلى فكره فخدوا ناس يعني، كان في ناس قاعد باش مش عارف تعالى، واخد بالك انت؟ لو البلد دي فيها الجرام اللي كان متصور في الاعلام ده، وكميه السلاح اللي بنتكلم عنها دي، كانت على الاقل كان بيجي فيه حد خد يعني، كان بيجي فيه ضرب، وكان فيه مناوشات، وكان فيه اشتباكات، وكان فيه باكات، كان فيه حد من ده كله، ما حصلش الكلام ده كله خالص اطلاقا. تمام. طيب يعني بالنسبه اللي تم القبض عليهم واللي تمت مداهمه منازلهم ولم يجدوهم، يعني في بعض الاقاويل بتقول ان كان في استهداف لقيادات من جماعه الاخوان المسلمين او المنتمين ليهم، واتاخد بعض الناس ما لهمش اي يعني علاقه بالوقائع. ايوه، ما اقول لحضرتك حاجه مثلا، في عندك كانوا في مداهمه البيت مثلا، منزل زي الشيخ محمد تقدر ده احد علماء القريه وبتاع، والمسجد كده دخلوا بيته عشان يقطعوا منزله كامل عشان يتم القبض عليه، ما لقوش، ما كانش موجود، فاخذوا اخوه الشيخ محمد توفيق، اخوه الشيخ ابراهيم توفيق، ولادهم، وعندك انت يمكن محمد ابراهيم وعمر، خدوا حوالي اربعه او واثنين اخوات، حوالي سته من اهله يعني، اخوات ولد اخوات، ودول ما لهمش، مش مطلوبين تمام، وما مشتبهش في حاجه، بس عشان هم ما لقوش الشيخ محمد اللي هو عايزينه، فاخدوا دول مكانه. وحصل حاجات بقى زي كده برضه، نفس الكلام برضه، استاذ تقريبا او مكان محمد جلال برضه دخلوا لقوا، خدوا ابن الجوش، وخدوا ابنه، حصل حاجات زي كده، ومعظم الناس اللي هم كانوا مطلوبين فعليا يعني الشرطه عايزه تقبض عليهم لم يحصلوا عليه، ما حصلش لا الاسلاميين ولا البصريين. مسيرات رئيس المأذول
كان بتدي بعض التخوفات للناس، فالتخوفات دي بتطلع شائعات. المسيرات مستمره لغايه امبارح، كان في مسيرات، كان في مسيرتين في البلد، مسيره بعد العصر لغايه المغرب كانت كبيره جدا، حشده حوالي يمكن 10,000 تمام لفت البلد كلها، وكان في واحده مسيره ثانيه كانت في الليل بعد. طب وتعامل معاها الامن ازاي في اوقات الحظر؟ ضرب عليهم غاز وسيل الدموع و حسب ما سمعنا كده من تفليكم اتخرجوا فعلا بتاعت بعد صلاه العشاء دي، ما حصلش معاهم حاجه اساسا يعني، ما حدش احتاج تعامل ولفوا الكلام ده كله، لكن ما حصلش معاهم حاجه يعني، ما حدش عدى عليهم ولا كده. الوضع بتاع القريه وضع امن وكويس، والاهالي عايشين مع بعض مسلمين ومسيحيين وبتاع، ما حدش كبر العمليه دهيات قريه دلده غير الاعلام، غير الاعلام، كل واحد بيتكلم هو ما شافش حاجه في القريه، لان هو بعيد عن القريه، لان بعيد لو هو عايش في القريه ما كانش طلع الكلام ده كله. تمام. عاصر عم ماجد ما جاش نواتي غير مره واحده بس، هو خطب فيها خطبه هنا وقت ومش موجود في القريه. المره اللي جايه دي تقريبا امتى؟ ليه قبل رمضان كتير. يعني قبل فضه السمراء. قبل ليه كتير يعني. احنا عايزين اصلا اهل القريه ده هم عايزين يعيشوا في امان عن طريق البلطجيه. جاي تمسك البلطجيه ده مين اللي يمسكهم؟ انا ما اقدرش اقول لك انا فلان ولا فلان. الناس دي الشرطه معروفه ومبلغ عنهم ومعروف كل حاجه عن الشرطه والجيش. يعني في ظل الغياب الامني كان المتولي الحمايه البلطجيه عن طريق دفع هذه المبالغ. دي انا ما شفتش حاجه بعيني. بس اسمع. انا اسمع يعني. طيب الوضع في غياب الامن وضرب اسم الشرطه، يعني الوضع كان بالنسبه للاهالي انتوا كنتوا حاسين بغياب الامن ومحتاجين رجوع ولا كنتوا عايشين؟ فاقدين الامن 90%. كان تحت تخوف الاولاد كانت الحركه في القريه بالنسبه يعني الاطفال وبالنسبه للناس اللي عايزه تروح شغلها، كانت الحركه ماشيه ازاي؟ طبيعيه، ماشيه طبيعيه عاديه جدا. ماشي طبعا. بس الاعلام هو اللي ادى صوره عن جلده ووضع جلده، وكل المركز يعني كل فيه مساوئ، كل القريه فيها مساوئ، بس اتحطت فينا احنا كل ان قريه الدلجه هي كلها تطلع مظاهرات، مظاهرات سلميه. مفيش مانع مظاهرات سلميه، دايات كل حاجه، بيجي لها ناس قرى مديجي، بيجي لها ناس. انت في الناس اللي بتيجي نواتي قريه الدلجه ما تعمل في مكانين، في اماكنها ناس. اي قريه انت جاي، انت هنا وتعدي كوبري تعدين علي انا؟ طب ما تعمل في بلدك، مش جاي تعمل في بلدك، انت جاي تتحامي بجلده يعني؟ يعني حضرتك بتلوم القرى المجاوره ان هي بتيجي تعمل مظاهرات؟ ما تعملش هنا، تعمل في بلدها. اه انا مش بلوم، انا ببعتك، ومحدش يجي جلده نواتي يعملني كوبري ويعدي علي. اللي عايز يعمل يعمل في بلده، مظاهرات في بلده، تخريب في بلده، في اي حته في بلده. احنا كل بلد ليها عاداتها وتقاليدها، ما تجيش انت تدس فيا وتظل وتتهم في كل حاجه في ايام. حضرتك قناه الجزيره دي بتخاطره امبارح مشاكل، اي مشاكل ما حصلتش مع الشرطه ولا الجيش، تمام، ولا في اي اصابات، بالعكس ان البلد رحبت بالجيش والشرطه، تمام. واللي حصل كله شغل بلطجه في البلد بس. تمام. والبلطجه من خارج البلد مش من داخلها. طيب قناه دريم وقناه الجزيره، قناه دريم اساسا يعني هيجت الدنيا على اساس ان بيقول لك مصابين ووفيات والدنيا دي كده، انما ما كانش فيه اي حاجه من الكلام ده خالص. طب وقبل ده اثناء دخول الجيش والشرطه؟ اثناء دخول الجيش والشرطه. طب وقبل كده رايك في الاداء الاعلامي حول ما ينشر؟ كان مزود الحوار زياده عن اللزوم. البلطجيه واخد بالك انت، هم اللي سرقوا الكنيسه وسرقوا البيوت بتاعت النصارى، واخد بالك انت، بعد ما تولع وحشت عن الكنيسه مرتين ثلاثه في الاحداث اللي حصلت، اول حاجه حصلت والحكومه جاتنا قبل كده وسابتنا وماشي، علاقه ما فيش بعد كده، ده شكواتنا وهم يتعاملوا معانا ونتعامل معاهم، لا زي ما هي، واخد لك المسيحيين في اي مكان، واخد لك انت في البلد بس في عائلين، انما المسيحيين المتطرفين دول هم اللي ما حدش قدر يروح له. بصفه خاصه المسيحيين عندنا، واخد بالك انت، ناس فجاره، واخد بالك، والمسلمين ناس، البلد دي بتاعتنا بلد تجاريه ومش بتاعت المواضيع دي، بلد واخد بالك مش فاضيه لان كلها تجاريه وكلها عمران، بس المسيحيين واخد بالك انت ناس فجاره هنا اللي اتضروا على السكه، ما كانوش جوه العيلات، ما كانش فيها امن على الكنيسه، الكنيسه في جلده ما كانش عليها امن، واخد بالك انت، وحصل بلطجيه هي اللي سرقتها وكسرتها، واخد بالك انت، لما يقبض على الناس، واخد بالك انت، اللي بيقول لك، واخد بالك، بدقنا اخوان دم يخلص، واخد بالك انت، انما البلطجيه ما حدش قبض عليها،
بلطجية فهربت. يعني البلطجية موجودين موجودين ومحدش قبض عليها.